يأتي التيار الكهربائي ويمر عبر هذه المادة، ثم يخرج الضوء من هذه المادة. لماذا وكيف؟ في هذه اللحظات أو في هذه الثواني المعدودة، نرجو من متابعينا وجميع المشاهدين الانتباه والتركيز للتالي: أي مادة أو جميع الذرات دائما تولد جسيمات بدون وجود تيار كهربائي أو تحفيز خارجي، بدون أي شيء، فقط هكذا بكل بساطة. فإن المادة تولد جسيمات أساسية، هذه الجسيمات الأساسية هي نفسها الفوتونات المظلمة. جميع الذرات تعطينا هذه الجسيمات، وهذه الجسيمات تخرج من الذرات وتسير بسرعة ثابتة وهي سرعة سي، ولكنها لا تحمل ذبذبات، ولأنها لا تحمل ذبذبات نسميها فوتونات مظلمة. وأي تغيير يحدثه الإلكترون فإن هذا التغيير ينتقل إلى الجسيمات. متى يحدث هذا التغيير على الإلكترون؟ عندما نمرر تيار كهربائي عبر المادة أو نسلط ضوء من مصدر خارجي على هذه المادة، يحدث تغيير في حركة الإلكترونات، والإلكترونات متصلة مع حقل الجسيمات دائما. وهذا يعني أن التغيير الذي سيحدث على الإلكترون فإنه سينتقل مباشرة إلى الجسيمات، وهذه الجسيمات عندما يحدث عليها تغيير نسميها موجات، موجات كهرومغناطيسية يعني فوتونات. وعلى حسب قيمة التردد أو الطول الموجي سيكون شكل سيصل تردد إلى الضوء أو أقل من الضوء. يحدث هذا التغيير على شكل دفعات، لأن الإلكترونات تتأرجح في مداراتها. الدفعات يعني الذبذبات. سؤال: هل كان الإلكترون يتأرجح سابقا قبل مرور التيار الكهربائي؟ نعم، كان يتأرجح. الإلكترون يتحرك في مدار بيضاوي مثل مدار كوكب الأرض حول الشمس، وأيضا يصنع ما يسمى بالأوج والحضيض، ولكن طاقة التأرجح ضعيفة جدا، لا يمكننا رصدها. وعندما قمنا بتمرير تيار كهربائي أصبحت طاقة التأرجح قوية، يعني يصبح نصف قطر مدار الإلكترون كبير جدا، وهذا التغيير الكبير سيؤثر على الجسيمات، يعني هي نفسها الجسيمات أصبح لها طاقة تغيير كبيرة ويمكننا رصدها وقياسها. وبسبب أن سرعة السير أو انتشار الجسيمات هي سرعة سي ثابتة لا تتغير، فإن زمن التغيير يستطيع تحديد طول الذبذبة. كيف نستطيع استخراج طول الذبذبة؟ ببساطة، مثلا الإلكترون صنع تغيير على هذه الدفعة لمدة 0.002 بيكو ثانية، ثم ذهب إلى الطرف الآخر. كيف يصنع الإلكترون تغيير؟ يعني ما الذي يحدث للإلكترون؟ الإلكترون يدور حول محوره بسرعة معينة ويصنع طرد مركزي لنفسه وفق هذه السرعة، وله مدار. وعند مرور التيار الكهربائي يبدأ يدور الإلكترون حول محوره بسرعة أعلى، فيصنع طرد مركزي أكبر، وعليه يبتعد مسافة أكبر. فإن كان زمن التغيير يساوي 0.002 ميكرو ثانية
عفوا بيكو ثانية، فهذه هي الفترة الزمنية للذبذبة ويمكننا معرفة ترددها، ويساوي 500 ألف جيجا هرتز في الثانية الواحدة. بعدها نقوم بتقسيم سرعة الموجة على ترددها ويساوي طول الموجة كاملة، ثم تقسيم على 2 ويساوي طول الذبذبة الواحدة بوحدة الطول وتساوي 600 نانو متر. هذه أرقام صغيرة جدا لأننا نتعامل مع مقاييس الذرة. الآن سوف نركز في الشرح على ذبذبة واحدة. هذه مجموعة من الجسيمات وأثناء خروجها من الذرة